السلام عليكم يا جماعه وحلقه جديده من كينج الفانتازي. معاكم محمد كولين عمر خير الله. ازيك يا كابتن عمر؟ ازيك يا كابتن محمد؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. قبل اي حاجه يا ريت تعمل سبسكرايب، لو مش عامل سبسكرايب اعمل لايك. هنحاول نوصل الحلقه دي ل 200 لايك يا جماعه، على الاقل 150 لايك برده مش هنقول لا. نخش على الكلام في الحلقه على طول. احنا لسه بنصور الحلقه قبل الدبل جيم ويك، الماتش الثاني بتاع يونايتد هيلعب ليدز يوم الاربعاء، احنا بنصور يوم الثلاث بس قلنا نصور بدري عشان نديك وقت تتفرجوا على الحلقه. ونخش على دريم تيم على طول. دريم تيم بقياده الكابتن تاركوفسكي ابن شون دايش. اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت وقلنا شون دايش وابنه تاركوفسكي. شون دايش دخل عمل اللي كل الناس مستنياه، 4-2 هنضرب هنجري ورا الكوره. شكرا. يعني تحس ان هو النتيجه مش مفاجاه خالص. هو كل الناس اللي بتتفرج على البريمير ليج كانت لعبه حلوه قوي. لعبه حلوه، لعبه ما كنتش متوقع كده. يستحقوا المكسب. يعني يجي بعديه بين مي 13، لا وياناتشو 15. ياناتشو 15 صح. ياناتشو جاب جون واسيستين وثلاثة بونس في 66 دقيقة، اثنين بونس سوري في 66 دقيقة. الذئاب بقى اللي هم برينتفورد. الذئاب اللي تعشوا على اللي تعشوا على البهايم. لا معلش، انت في بين مي هنا جاب 13 نقطة، حرام عليك. صح. فبين مي جاب جون وكلين شيت وواحد بونس. بعدين في ثلاثة من وولفز كده برافو عليهم، يعني دوسن جاب جون، كيلمان اسيست وكلين شيت. برافو عليهم فعلا. والله يعني برافو على نيفيز. ميتوما 11، ميتوما 11، هنري 11، مبويمو 12، جاب 12 لسه ولسه ليه ماتش. انا اتوقع ان برونو وراشفورد لسه هيخشوا في الدريم تيم اعتقد بنسبه كبيره. وكيبا 10 نقط، كيبا بيواصل يعني 29 نقطه في 3 اسابيع. يعني كيبا جامد قوي بصراحه، شايلني في الفانتسي. اعتقد برونو وراشفورد الاثنين هيخشوا يلعبوا ليدز مشوا جيسي مارش المدرب. ليدز بدون مدرب، يونايتد يلعبون ماتشين ورا بعض. هل نيو مانجر باونس ولا هيكسبوا عادي؟ يعني مش صدق انا اقول كده، بس اتمنى نيو مانجر باونس تبقى في الماتش اللي هو في ليدز. ايوه بس راشفورد راشفورد بس يديهم كده جونين ولا حاجه عشان حق التريبل كابتن. بالمناسبه يا جماعه، خير الله عامل تريبل كابتن راشفورد وانا عامل تريبل كابتن برونو. لحد دلوقتي انا جايب 70 نقطه، يعني او 74 كمان. كيبا 10 نقط اكتر لعيب جايب لي، راشفورد جايب 12 طبعا، وبرونو بالتريبل كابتن هو جايب 10 فجايب 30 نقطه، وكين الله يبارك له 8 نقط وخمسه شو، ولسه فاضل لي شو وبرونو وراشفورد. اعتقد جيم ويك كويس، دخلت الحمد لله في المليون، يعني دخلت تحت المليون. انا برضه الاسبوع ده 900 وحاجه 1000، واعتقد لسه هعلى كمان بالثلاث لعيبه اللي عندي، فربنا يبارك كده ان شاء الله. وفاكر برونو لما حط في ليدز هاتريك السنه اللي قبل اللي فاتت؟ ان شاء الله هاتريك كمان من راشفورد. كابتن تاريخيه راشفورد الاسبوع ده ان شاء الله. انا عامه نفس اللعيبه اللي جابت لك، ايه اللي جابت لي؟ انا جايب 80 فرق بس عشان اعمل تريبل كابتن راشفورد بدل برونو، بس جبت برونو الاسبوع ده. وكنت هجيب ميتوما والله، بس جبت ساكا قلت عشان الاسبوع الجاي. لعيب قوي، لعيب قوي، لعيب ميتوما. لا دكتور فعلا، يعني ده عارف هو بيعمل ايه. فدخلنا الحمد لله ال 600,000، وان شاء الله 37 وانت جايبين ضعف الافريج. فبصراحه جيم ويك كويس لينا احنا الاثنين، دي ما بتحصلش كتير يعني. ده حقيقي. ولسه انا لسه في احسن. لسه ان شاء الله. لسه في بوينتس بكره ان شاء الله باذن الله. طيب عندنا دبل جيم ويك جديد الاسبوع الجاي. ارسنال هيلعبوا برينفورد وسيتي، وسيتي هيلعبوا استون فيلا وارسنال. يعني طبعا هيبقى كلام كليشيه قوي، كلام معاد على دبل جيم ويك ومين ممكن نجيبه. حاولت تجيب 6 لعيبه من الفرقتين ارسنال وسيتي، وده اللي انا عملته وكنت ببلان ليه من اسبوعين فاتوا. انا اوريدي عندي 3 لعيبه من سيتي، محرز وهالاند واكانجي جبت الاسبوع اللي فات، وعندي مارتينيلي وعندي وايت. بفكر بقى اشوف هجيب ساكا ولا هجيب نيكيتيا. بس كلام عمومي او كلام في العام، يعني عايزين نتكلم ان انت لازم يكون عندك لعيب في الهجوم. احنا كلمنا الاسبوع اللي فات ان ممكن يكون احسن بديل لتوني الاسبوع ده هو نكيتيا، بمناسبه ان هو عنده دبل جيم ويك. عنده دبل جيم ويك، وعنده دبل جيم ويك تاني في 25 يعني غير ليفربول. يعني في لسه النهارده اعلنوا ليفربول وولفز وارسنال وايفرتون هيبقى عندهم دبل جيم ويك في 25، ده نفس الاسبوع اللي فيه بلانك لسيتي والاسف ليونايتد ونيوكاسل وبرايتون وبرنتفورد. فهو انت كده كده لعيب ارسنال ده اللي هتجيبه هيلعب دبل الاسبوع ده في 23، هيلعب ماتش في 24، بعد كده هيلعب دبل في 25. فهو لازم 3 من ارسنال
لازم يبقى عندك ابتداء من الاسبوع ده. طيب السؤال بقى، ساكا ولا انكيتيا لو حد هيجيب تاريخ؟ يعني باعتبار الناس كاس كتير عندها اوديجارد وايت او مارتينيلي وايت، بس المعظم عنده مارتينيلي. مارتينيلي نايم قوي بصراحه، بس لو عندك وبتفكر تبيعه خليه عندك الاسبوع ده، خصوصا عنده دبلين جايين في الثلاث ماتشات الجايين. بس لو عايز تجيب حد ثالث، انكيتيا ولا ساكا؟ يعني انا بالنسبه لي الاولويه لساكا طبعا، علشان ضربات الجزاء وهو فايق برضو عامه، ما بيطلعش من الملعب. وارسنال في حته، يعني هم لو كانوا كسبوا وسيتي خسروا كان ممكن يبقى فتحوا الفرق، بس هو لسه الفرق 5، وطبعا ارسنال عندها ماتش زياده اللي هو هيبقى الدبل، بس هم هيلعبوا سيتي الاسبوع ده، فهو ده شبه ماتش الدوري يعني. نكيتيا جامد زي ما اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت وانت كنت بتتكلم عليه. انا بس عندي افضليه لساكا، الا لو انت معكش فلوس تجيب ساكا، والفلوس الوحيده ان انت هتداون جريد مهاجم، او معاك نفس فلوس نكيتيا. يعني هو نكيتيا لحد دلوقتي يعني جايب 4 تجوان، ساكا جايب 7 تجوان و8 اسيستات، ساكا ب 8.3، نكيتيا ب 6.7. يعني اعتقد ان هيبقى منطقيه لناس كتير ان هم يبيعوا توني او يبيعوا اي مهاجم في براكت السبعه او الثمانيه دول ويجيب نكيتيا، دي اكتر حاجه منطقيه. بس انا شايف ان ساكا هيبقى الاوبشن احسن بكتير. نكيتيا ممكن يجيب في الدبل، والماتشين مش سهلين، انا شايف كده بصراحه. بس ساكا هيبقى عنده ايدج ضربات الجزاء اولا، ثانيا هو ما بيطلعش من الملعب وهو فايق، يعني هو شايل الفرقه بصراحه. فلو معاك فلوس ساكا، انا شايف ان ساكا احسن من نكيتيا. لو معكش فلوس ساكا، نكيتيا طبعا خيار ممتاز جدا بديل لتوني. انا بالنسبه لي هو احسن بديل لتوني. توني ما جابش جوان الماتشين اللي فاتوا. انا توني كان عندي قبل الماتشين اللي فاتوا وقلت اجيبه عشان عنده ماتشين سهلين، وكان عندي واتكنز، بعت واتكنز جاب 3 جوان في الماتشين، وتوني ما جابش اي حاجه، خد انذارات بس. لو كان عندي واتكنز وصبرت عليه كنت هبقى في حته ثانيه. طيب حاجه تانية عايزين نتكلم عليها، والفرقه الفرق اللي عندها جدول سهل الماتشات اللي جايه بخلاف توتنهام. توتنهام خلاص يعني كلنا عندنا كين، والراجل ماشي كويس قوي، وتوتنهام فعلا عندهم ماتشات حلوه قوي الماتشات اللي جايه، الجدول اللي جاي يعني. انا شايف برده تشيلسي ممكن نتكلم عليهم، خصوصا مع رجوع اخوه فيليكس. والفرقه الى حد ما اتحسنت حاجه بسيطه في 0-0 قدام فولهام، بس انا شايف تشيلسي كان ممكن يكسب الماتش ده. خو فيليكس انا شايفه هيبقى اوبشن حلو جدا في الهجوم للفتره الجايه، وخصوصا ان هو اكتر واحد هيبقى ضامن مكانه في الصفقات الجديده بخلاف مودريك يعني، بس مش ناس كتير هتروح تجيب مودريك. فيليكس جنب هافرتس، انا شايف ان فيليكس هيجيب بوينتس الفتره اللي جايه، عند ويست هام بعد كده عند ساوثهامبتون. الاولويه طبعا انكيتيا لو عايز تجيب مهاجم، بس لو اوريدي عندك 3 لعيبه من ارسنال، انا شايف ان خو فيليكس ديفرنشال حلو قوي. ما يعرفش مين هيشوط ضربات الجزاء، هل هو ولا هافرتس ولا انزو، ما حدش عارف بعد جورجينيو ما راح ارسنال. بس ممكن تفكر في خو فيليكس وعندك 3 لعيبه من ارسنال وعايز تجيب حد تاني عنده ماتشات سهله، عندك لعيبه دبل خلاص عايز تجيب حد تاني، ممكن تفكر في فيليكس بديل لتوني، خصوصا ان هو نفس السعر تقريبا. خلينا نتكلم برضو على ارسنال وسيتي، بما ان هم اللي عندهم دبل الاسبوع ده، ف اعتقد ان الاولويه يعني احنا اكيد لو انت بتعمل وايلد كارد او بتعمل فري هيت معاك البادجت بالنسبه للفرقتين. طبعا هنا في هالاند خلاص ده ممكن يكون خلاص كده كده لا خلاف عليه، وهيكابتن وهتبقى الافكتيف اونرشيب بتاعته عالي فوق 100%. طبعا كده اكيد. بس والناحيه الثانيه في ناس كتيره كانت عندها مارتينيلي، وزي ما انت كنت بتقول انا شايف هو نايم، بس صعب قوي تمشيه دلوقتي عنده دبلات. الا لو يعني لو هتمشيه اللي هو هتبدله باوديجارد مثلا او تبدله بساكا، فانت ضيعت ترانسفير على لعيب يعني ممكن تزود لعيب. ده لو حد عنده مدافع من ارسنال ونكيتيا مثلا وعايز يجيب حد مكان مارتينيلي، بالظبط ده السيناريو الوحيد يعني. بالظبط، بس غير كده يعني انا حاسس ان احسن سيناريو لارسنال انت كده لازم عندك مدافع، وانا اتنين نص ملعب احسن من نص ملعب مهاجم، يعني ساكا واوديجارد بالنسبه لي اليوم افضليه على احسن كومبو على انكيتيا. يعني ده احسن كومبو، يعني احسن كومبو برده حتى لو انت معاك ساكا ومارتينيلي او ساكا واوديجارد ونكيتيا، احسن كمان من مدافع يعني، اوبشن النقط هيبقى اعلى بكتير. بس انا شايف ان ماتشين دبل مش سهلين، ده يعني برينفورد هينزلوا يقفلوا في الامارات، ممكن يخطفوا جون، ارسنال هيكسب يعني، بس ممكن مثلا ماتش يخلص 2-1 3-1،
في نفس الوقت ماتش سيتي بره التوقعات. ف بس انا شايف ان احسن كومبو انا شايف ان هو ممكن يكون يعني غيرلا شايف ممكن يكون مدافع او اتنين نص ملعب. انا شايف ممكن نص اتنين نص ملعب ونكيتيا، خصوصا ان انت ممكن كمان يفضلوا معاك لحد الدبل اللي هو بتاع 25. سيتي برضو دي بروين، يعني انا كانت الخطه ان انا يعني جبت برونو الاسبوع ده، كانت الخطه ان انا همشيه اجيب دي بروين الاسبوع الجاي علشان دي بروين عنده دبل. بس انا مش عايز امشيه، ودلوقتي ابتديت انا مش عايز اجيب دي بروين. يعني دلوقتي هو لو في نص الملعب هو محرز، هو اكتر واحد ضامن دقايق، وجريليش عامه كمان ديفرنشال مش وحش خالص، لان هو بيلعب فودن بقى ما بيدخلش السكور اصلا. ف دي بروين قعد ماتش غريب قوي قدام توتنهام. واعتقد كمان ان يعني وجود دي بروين في الملعب مش هياثر على جريليش، اللي هو على يعني قصدي لو هو حتى بيفكر يلعبه طرف او كده هيلعبه ناحيه اليمين. فلو انت بتدور على ديفرنشال ممكن جريليش الاسبوع ده يبقى صفقه. بس هو سيتي برضو الدنيا ملعبك طبعا، مش بنفس اللي بيحصل مثلا في ليفربول او كده، بس في مشاكل وموضوع كانسيلو وموضوع العقوبات وكده، فالدنيا مش مظبطه خالص هناك. يعني اتمنى تستمر كده مع تمنياتنا بالنجاح. بالظبط. طيب انا عارف ان احنا اتكلمنا عليه كتير الماتشات اللي فاتت، واتكلمنا عليه بالذات الاسبوع اللي فات، بس يا جماعه ميتوما لازم تجيبه. يعني بصراحه ميتوما احسن لعيب تقريبا دلوقتي فورمه في الدوري، يعني يكاد يكون يعني الراجل اكتر لعيب اصلا متجاب الجيم ويك ده 231 الف ترانسفير، واحنا لسه يوم الثلاث اعتقد هيكمل 350 الف قبل الديدلاين ب 5.2 10.5 اونرشيب 10.5% في اخر خمس ماتشات، جايب اربع تجوان واسيست. فانا شايف ان هو عيبه الوحيد بس انت لو جبته دلوقتي ان هو عنده بلانك في الاسبوع 25، بس في الاول وفي الاخر لعيب ب 5 مليون يعني ممكن ترميه على الدكه. هي بس الفكره متفق معاك طبعا 100%، وانا حاسس ان هو انت عادي تجيبه حتى هو عنده بلانك. الفكره بس السخيف شويه في البلانك ده ان هو يونايتد ونيوكاسل برضو عندهم بلانك. فاحنا كلنا دلوقتي تقريبا عندنا 3 من يونايتد وتريبييه على الاقل، اذا كان ما حدش عنده 2 من نيوكاسل، فهتزود عليهم ميتوما للبلانك هتبقى سخيفه، الا لو انت مثلا مقرر تلعب فري هيت او كده. ما هي الفري هيت هي الحل. لا يعني حاسس بس في بلانك اكبر اللي هو هيبقى لسه على 28 او 29، يعني ده خليك حاسبها. ممكن يكون انت ما عندكش 3 من يونايتد، ممكن يكون السيناريو بتاعك مختلف، ممكن يكون عندك 3 بس اصلا هتمشي واحد الاسبوع ده وتجيب حد من سيتي، ساعتها ممكن تجيب واحد تجيب ميتوما تلعب بيه الاسبوعين دول. يعني في سيناريوهات كتيره، بس حط في حسبانك البلانك. يعني انا معاك، بس انت ممكن لو انت عندك 3 لعيبه من يونايتد انت ممكن تبيع 2 منهم او 1 منهم بعد ماتش ليدز اللي جاي الجوله الجايه، لان هو بعد ماتش ليدز هيبقى عندهم ليستر هوم، بعد كده بلانك، بعد كده ليفربول. ماتش سهل ولا صعب؟ زي الماتش يعني زي ليستر بالظبط. احنا عامه شفت الهداف بتاعنا في السنه دي مدافع ليستر فايس الاسطور، والله العظيم انقذني، مسافر مخصوص اتفرج على الماتش ده ربنا يكرمه والله. فانت ممكن ترجع لعيبه مانشستر يونايتد تاني على ماتش ساوثهامبتون في الاسبوع ال 27 على ماتش ليفربول زي ما هو بيقول. بس ده ليفربول قوي برده في اولد ترافورد وكده، يعني في الانفيلد عادي. تمام عادي انت شايف. ف يعني لو انت بتخاطر انك تبيع حد مانشستر يونايتد وممكن تبيع بعد ماتش ليدز اوي وترجعهم تاني على ماتش ليفربول زي ما خلاله بيقول، او الماتش اللي بعد ليفربول، خصوصا يبقى في فرق تانية يبقى عندها ماتشات حلوه زي توتنهام زي تشيلسي في الفتره دي. ف يعني ده مجرد حل لو انت عايز تخرج من زحمه الفرق اللي هي عندك في اللي انت اللي احنا محوشين منهم من اللعيبه الدبلات زي ارسنال زي سيتي زي مانشستر يونايتد. حوش في الدبلات دلوقتي الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي، وبعد كده ممكن تفك حد من مانشستر يونايتد، ممكن تفك حد تاني من مانشستر سيتي، خصوصا ان محرز طلع قبل الدقيقه 60 برده قدام ماتش توتنهام، فمحدش عامل حساب يعني مفيش حد مضمون. مفيش حد مضمون، وبيب مش عامل حساب لاي حد يعني. فانت ممكن تلاقي هالاند طالع عادي في ماتش الدقيقه 60، خصوصا كمان في تشامبيونز ليج على فكره، ممكن تلاقي هالاند قاعد والفاريز بادئ عادي جدا. فممكن تفك لعيبه من مانشستر سيتي وتفك لعيبه من مانشستر يونايتد بعد الاسبوع الجاي قبل البلانك، وتشوف اللعيبه او الفرق اللي عندها جدول سهل زي ما اتكلمنا عليهم، وتبتدي تجيب اللعيبه دي تاني بعد البلانك او الاسبوع 27. الكابتنه بس خلصان. طيب نخش على الكابتنه. الكابتنه طبعا موضوع خلصان اكيد هالاند، ناس كتير كانت تريبل كابتن هالاند. طبعا انا معلش تريبل كابتن الاسبوع ده لمانشستر يونايتد، بس انا شايف يا جماعه بصراحه يعني هالاند غير متوقع ومانشستر سيتي كلها غير متوقعه. سيتي مش في احسن فورمه، بس يعني مش عارف مقلقاني تريبل كابتن هالاند قدام استون فيلا وارسنال. انا بس متفق، انا ده اللي خلاني اعمل تريبل كابتن الاسبوع ده لراشفورد،
بس حاسس ان ده ممكن يكون اخر اسبوع للتريبل كابتن. هنخش بعد كده بزحمة تشامبيونز ليج، هتبقى ريسك شوية ان انت تتريبل كابتن لعيب بالذات هالند مع سيتي لو مثلا عد ولايبزيج. هو دبل مش سهل يعني. هو دبل مش سهل طبعا، هو دبل مش سهل. انا بس انا كمان كنت مستصعب شويه دبل اكتر عشان استون فيلا فرقه رخمه، بس هم عملوا ماتش وحش قوي دفاعيا قدام ليستر الاسبوع اللي فات. فبس طبعا ده يعني هو مش هيبقى نفس المنظر خالص قدام قدام سيتي، هتلاقي سته مترصصين ورا، امري بيعرف يلعب الماتشات دي. فهو مش هو مش دبل سهل بصراحه، ممكن تاخد الريسك وتستنى. ممكن يعني انت لو معاك تريبل كابتن لسه هتكده هتريبل كابتن هالاند؟ لا، ممكن احاول تريبل كابتن بقى حد من ارسنال في 25 مثلا. وخصوصا كمان يا جماعه انا شايف برضو ان التريبل كابتن في الماتش ده مش هتاثر كتير، كل الناس هتبقى كابتنها هالاند، هو هيبقى 200 وحاجه يعني. فيعني كل الناس هتبقى كابتنها هالاند، انت الايدج عندك ان هو لو جاب جولين مثلا فانت هتبقى زياده 8 نقط بتوع جولين او ال 10 نقط يعني، فمش هتبقى فرق كبير قوي. فلو عندك قلب وعندك حاسس ان انت يكون في دبل تاني احسن الاسبوع الاسابيع اللي بعد كده تتعمل فيها تريبل كابتن، انا شايف ان ده انسب حل. لو قلبك مش جايبك خلاص تريبل كابتن، بس انا بقول لك الفرق مش هيبقى كبير لان كل الناس هتبقى مكابتنه هالاند، فانت يعني كل الناس عامله دبل اللي هو الكابتن يعني، وانت هتبقى تريبل فالفرق مش هيبقى كبير. ف يعني كان احسن تريبل كابتن زي ما اتكلمنا، كان انا شايف ان اليونايتد ده كان تريبل كابتن الاسبوع ده، كان تريبل كابتن موفق الراشفورد او برونو، ونشوف هيعملوا ايه في الماتش اللي بعديه. حاسس ان يبقى فيه دبل بعد كده سهل على فرقه تانية، ممكن كين مثلا او هالاند ذات نفسه وجاله دبل بعد كده، ممكن تستنى عليه. طيب دي كانت نهايه الحلقه بتاعت الاسبوع ال 23. يا ريت تعملوا لايك للفيديو، يا ريت اللي مش عامل سبسكرايب يعمل سبسكرايب. ان شاء الله هنحاول نعمل لايف الاسبوع ده لان الماتشات هتبقى يوم السبت، فهنحاول ان شاء الله نعمل لايف يوم السبت. استنونا على تويتر نقول لكم في لايف ولا لا، ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.